أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الأحذية والنعال وخصوصا عند دفن الميت في المقابر، وهل هو على الكراهة التنزيهية أم التحريم؟ ما حكم لبس النعال في المقابر والمشي على القبور؟ لا بأس بلبس النعال في المقابر للحاجة كحرارة الشمس أو الشوك أو الحصى، لكن لا يطأ على القبور، يحذر أنه يطأ على القبور. وأما أنه يلبسها ويمشي بين القبور أو في طرقات في المقابر فلا بأس بذلك. نعم.